جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك دعاء محدد عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيارة غيره من القبور، يشرع عندها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بأن يقف مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد فقال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن قومه، فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر عن يمينه إلى جهة المشرق قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق، يقف مواجه القبر ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر مثل ذلك إلى جهة المشرق فيقول: السلام عليك يا عمر، يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويكون ذلك بخفض صوت ويكون بأدب، ولا يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يدعو فإنه ينصرف ويدعو في المسجد النبوي. نعم.